احنا ننتظرها من زمان. الهلال فاز علينا في الدور الاول، بقت هذه المباراه في ذاكرتنا. احنا الحين مستعدين بما فيه الكفايه ان نواجه الهلال وغير الهلال ان شاء الله. هذه ارقام حمد الله في المباراتين، لعب 180 دقيقة، أهداف صفر، صناعة أهداف صفر، تسديدات على المرمى واحد، تسديدات خارج المرمى صفر. أين حمد الله؟